مشاهدينا الكرام، وللمزيد حول تطورات كوفيد 19 في البلاد تنضم إلينا عبر سكايب الدكتورة ماجدة الصالح، استشارية أمراض باطنية ورئيسة قسم الباطنية بمستشفى مبارك الكبير. دكتورة ماجدة، أهلا ومرحبا بك. طبعا بداية، ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكوفيد 19 يعني يعزز المخاوف الجدية من موجة ثانية، كيف ترصدين الموقف؟ نعم، أهلا وسهلا بكم. هلا حياك الله. بعد فترة من هدوء الحالات وتناقضها نوعا في شهر 7 و8، لاحظنا زيادة الحالات من بداية سبتمبر وحتى الآن. حالات كوفيد تزداد، خاصة الحالات التي تحتاج الدخول، واحنا غيرنا سياسه الدخول، اصبحنا لا ندخل كل الحالات المصابه بالكوفيد، اصبحنا ندخل الحالات متوسطه الخطوره فاكثر. لاحظنا زياده الحالات، واحنا اصلا متوقعين ذروه ثانيه في منتصف اكتوبر، وبدات الحالات من سبتمبر. جزء منا اعتقد لان بداية موسم الإنفلونزا، الجزء الآخر أيضا أن الناس تخلوا عن حذرهم اللي كانوا متمسكين فيه سابقا، فأصبحوا يستجيبون إلى دعوات الاجتماع والاختلاط والحفلات والتشاوريات والديوانيات والأعراس. أيضا أنا سمعت عن عوائل أصيبت أثناء عرس مثلا. الحالات تزيد وعلينا أن نكون أكثر حذرا. دكتور ماجدة، دخول المريض غرفة العناية المركزة يعني قرار طبي يعني تصعيدا في الخطة العلاجية بالنسبة لمرض كوفيد 19، يعني ما هي الظروف التي تستدعي هذا القرار، وما هي أكثر الفئات ضمن حالات العناية المركزة؟ كما قلت، احنا ما ندخل جميع الحالات، احنا ندخل الحالات المتوسطة الخطورة فأعلى. عادة يدخلون أجنحة الكوفيد العادية الباطنية، ولا يعني لإعطاء لمراقبتهم عن قرب وإعطائهم العلاج المناسب والتدخل عند الحاجة. هناك بعض الناس تشافون ويذهبون إلى بيوتهم معافين والحمد لله، وهي نسبة كبيرة. وهناك نسبة بالعكس تزداد سوءا برغم اعطاء الادويه حسب البروتوكولات العالميه تتدهور، خاصه ناحيه بما يتعلق بالاعراض التنفسيه، ضيق النفس، الاشعه تزداد سوءا، نسبه الاكسجين يقل رغم اعطائهم نسبه اكسجين عاليه، ممكن تكون اعراض اخرى، يتدهور الوعي، يهبط الضغط، مضاعفات من هذا النوع. هذه المضاعفات تحتم علينا أن ننقل المريض إلى العناية المركزة لمراقبته عن كثب أكثر، ولتكثيف العلاج، وللتدخل عند اللزوم بوضع المرضى على جهاز التنفس الصناعي. هذه الحالات التي تستدعي دخول العناية المركزة. بما يتعلق بالعناية المركزة دكتورة، يعني ما الفرق بين حالات العناية المركزة وأيضا الحالات الحرجة؟ لا، هو حالات الحرجة هي حالات خطيرة، لكن مو كل الحالات الحرجة ندخلها العناية المركزة. في كرايتيريا معينة لإدخال الحالات الحرجة إلى العناية المركزة. بالعناية المركزة يعني عادة يفضلون يعني إدخال المرضى الذين ممكنهم الاستفادة من تكثيف العلاج هناك. كيف يمكن يعني حماية دكتورة فئات الأطفال وأيضا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة؟ نعم، هو كان في عندك شخص ثاني من السؤال، هو من هم أكثر الفئات اللي تدخل العناية المركزية، يمكن ما ردينا عليها، بس أحب أقول إنهم كبار السن وعندهم ضعف المناعة، إما بسبب أمراض المناعة أو بسبب أدوية تحبط المناعة، وأيضا المصابين بالأمراض المزمنة في القلب وفي الرئتين، وكذلك الذين لهم أمراض عندهم أمراض السكر والسمنة، هذه الأكثر ناس يعني معرضين إلى مضاعفات أو دخول العناية المركزة، مع العلم أن هناك أيضا شباب وصحتهم ممكن تكون جيدة في السابق، ومع ذلك ممكن أن يتدهور حالتهم عند الإصابة بالكوفيد وممكن يحتاجون لدخول العناية المركزة. سؤالك الثاني بخصوص كيف حماية نحافظ عليهم، حماية فئة الأطفال. نعم نعم
نعم، أنا مو طبيبة أطفال ولكن أنا طبيبة أمراض باطنية، يعني ناخذ البالغين من 12 سنة فأكبر، ولكن عموما النصائح تكون تقريبا نفس الشيء مع بعض الموديفيكيشن. بالنسبة لكبار السن والمرضى يعني يفضل عدم سماح لهم بالاختلاط بالناس كثيرا يعني، وعدم الذهاب إلى الأماكن المزدحمة إلا للضرورة القصوى، مثلا لمراجعة في المستشفى مثلا. عند الذهاب إلى الأماكن المزدحمة يجب عليهم استعمال الكمام، يجب أن يكون معهم المعقمات معهم على طول لتعقيم اليدين عند لمس أي سطح، الحفاظ على التباعد الاجتماعي أن يكون بين هؤلاء الكبار السن أو المرضى أو الآخرين مسافة لا تقل عن 2 متر. أيضا يجب الحرص على عدم التلامس الجسدي في التحية مثلا، ما في داعي للمصافحة باليد أو للحضن أو للتقبيل، في طرق عديدة للسلام وللتحية، مثلا ممكن بالإيد بابتسامة بكلمات طيبة تكفي في زمن الكورونا، هذا يكفي. أيضا ممكن نحافظ عليهم في بيوتهم بأولا جعل البيئة المحيطة بهم نظيفة معقمة، خاصة الأسطح التي يلمسونها كثيرا مثل أزرار النور، مقابض الأبواب أو الأسطح التي يلمسونها كثيرا نعقمها دائما. أيضا حافظ على نظافتهم الشخصية، على أن يحصل على قسط كافي من النوم، وعلى أن أكلهم يكون صحي ويشربوا سوائل كافية، عدم سماح للأطفال بزيارتهم كثيرا، الأطفال الأحفاد يعني، لأن تعرف هذه لا ممكن يحملون الفيروسات دون أن تظهر عليهم أعراض المرض ما شاء الله عليهم، ولكنهم ممكن أن يعدوهم. ففي هذه الفترة معلش شوية نضغط على أنفسنا، ما في داعي للأطفال للأحفاد، بس هذه ترى مو دعوة لأن نعزلهم اجتماعيا، بالعكس عزلهم اجتماعيا راح يؤثر على نفسياتهم، راح يؤدي فيهم لهم يؤدي بهم الى الكآبه الى القلق، وهذا يضعف مناعتهم. لكن احنا قاعد نقول ان في تواصل، في طرق تواصل غير التواصل وجها لوجه، ممكن عن طريق طرق التواصل الاجتماعي سكايب مثلا، فيديو كولز مثلا، مع الكلمات الجميله الحلوه والسؤال عنهم لرفع معنوياتهم. ايضا لا يجب ان نمنعهم من ممارسه هواياتهم الجميله، لان هذه ايضا تعزز المناعه لديهم. ممكن يكون يحبون يمشون، ما في مانع يمشون نص ساعه ربع ساعه، بالعكس هذه تقوي مناعتهم. ايضا اذا كانوا مرضى يجب ان يتناول ادويتهم في اوقاتها، وان نعزل المصابين عنهم. انت اذا شكيت ان انت مصاب او خالط مصاب، اعزل نفسك عن كبار السن، اعزل نفسك عن المرضى. وغالبا هذه النصائح اللي ممكن نوجهها للحفاظ عليهم. دكتورة ماجدة صالح، استشارية أمراض باطنية ورئيسة قسم الباطنية بمستشفى مبارك الكبير، سمو الأمير الراحل يعني عرف بدعم غير المحدود لمواجهة الأزمات بما فيها كوفيد 19، يعني كيف تنظرين إلى هذا الدعم بصفتك أحد أعضاء الفريق الأول في مواجهة هذا المرض؟ بصراحة كان دعم لا محدود من الأمير الراحل طيب الله ثراه وغفر له. كل اللي احتجناه من أجهزة ومن أدوية لمواجهة الجائحة بصراحة كانت موجودة في أقرب وقت. لا ننسى جهزت المحاجر، جهزت المستشفيات الميدانية عندما كنا بحاجة لأي جهاز كان يتوفر بأقرب وقت ممكن، كل ما كنا نحتاج إليه. أيضا لا ننسى أنه كان يدعم معنويا العاملين في الصفوف الأولى، وأمر بتكريمهم وأمر بمكافأتهم أيضا. فصراحة فتح كل الإمكانيات الموجودة والاستغلالها في مواجهة الجائحة. لا ننسى أيضا استخدام أطباء من كثير من الدول أيضا للمساهمة في مواجهة هذه الجائحة، طبعا غير مساهمته الدولية
في مواجهة وتقديم الدعم اللازم لمواجهة الجائحة عالميا. كلنا قرأنا وسمعنا عن جهوده في هذا المجال. الدكتورة ماجدة صالح، استشارية أمراض باطنية ورئيسة قسم الباطنية بمستشفى مبارك، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.